Okay, thanks. Have a great day. أريد أن أقول عندما نقول عن أردوغان بأنه لص سرق المصانع والمعامل سرق القمح سرق النفط بالتعاون مع داعش والآن يسرق الأرقام هذا العنوان ولكن نجيء اليوم إلى إدلب لكي نؤكد بكل طيب خاطر حمد. أما السؤال الثاني فلماذا ترافق قانون قيصر مع حرق المحاصيل في المنطقة الشرقية ومع منعها من الوصول إلى المواطنين السوريين؟ لأنهم يعلمون تمام العلم أن القانون لوحده لن يكون قادر على خلق الحالة التي يريدونها، بمعنى أنه حالة إعلامية أو نتائجه الإعلامية أكبر بكثير من نتائجه الفعلية، لذلك كان لابد من إجراءات أخرى توازيه من أجل أن نشعر بهول هذا القانون، وبالتالي كان لابد من أن يكون هناك ضغط على لقمة المواطن عبر الضغط على موضوع القمح بالإضافة للمواد الأساسية الأخرى. يحرز السوريون النصر في مسيرتهم لأن الشمس تحزن إذا لم تلامس بخديها سماء الشام وتأبى إلا أن تنثر شعاعها الذهبي على سوريا الأبية ليسمو السوريون بوطنهم رغم أنف الحاقدين حاقدون على سوريا فقط لأنها عربية الهوى والنسيم أصيلة لا تحيد بوصلتها عن القدس.